أرقص وإن لم تزل جراحك مفتوحة، أرقص وأنت حرا طليقا. هذا اللي قاله جلال الدين الرومي، وهذا اللي أنا أعتقد فيه أنه هو الحرية، أنك تكون على الفطرة. كل شخص فينا يدور على الحرية، كانت حرية من الصراعات، حرية من الحرب، حرية فكرية، أو أي نوع من أنواع الحريات الشخصية. لكن وش يعني أنك تكون إنسان حر؟ بالنسبة لي الحرية يعني أقدر أعبر عن خواطري الحقيقية من خلال كتابة أو فيديوهات أو بأي طريقة كانت، بدون خوف أن الناس بتحكم علي، لكن الأهم بدون خوف أن الناس بتحكم على أهلي. الحرية يعني أقدر أسوي الشيء اللي أنا أرتاح له بدون ما الناس تحدد مصيري في الحياة وإيش بيصير لي بعد ما أموت. الحرية بالنسبة لي أني أقدر أكون نفسي بدون لا أتصنع بس عشان رضا الناس. وعشان نكون واضحين، لكل شخص معنى مختلف للحرية حسب الحياة اللي هو جالس يعيشها. وهنا تجي المشكلة. Because somehow the second I decide to do something that someone doesn't like, even though it doesn't harm anyone, it's not my right anymore. متأكدة إن في شخص واحد على الأقل انزعج لما تكلمت بالإنجليزي، لأن إحنا عرب فليش أتكلم بالإنجليزي؟ بالنسبة لي هذا جزء من حريتي، وهذا شيء بسيط جدا. ما بالكم بالأشياء الأكبر وبالمشاكل اللي جالسة تهدم بيوت الناس، لأن شخص واحد قرر إن جزء من حريته إنه يحدد مصير الناس في هذه الحياة. معنى الحرية بالنسبة لي بيتضارب مع معاني الحرية مع ناس كثيرين، وأنا بس شخص واحد. ما بالكم إذا جمعنا 7 مليار معنى للحرية وأعطينا كل شخص الحرية اللي هو يريدها؟ يمكن نعرف الأشياء اللي نريدها ونتمناها، بس ما نعرف أثرها الحقيقي في الحياة، لأن في نهاية اليوم إحنا نشارك هذا الكوكب مع ناس عندهم فكر ومنطق يختلف عنا. ولهذا السبب أنا أعتبر الحرية وهم. وش معنى الحرية بالنسبة لكم؟ شوف روحك كأنك طفل توك مولود، تحب اللي تحبه، تسوي اللي تحبه، تفكر اللي تحبه، تطبق اللي تحبه، بدون أي قيود مجتمعية، قيود فكرية، قيود حتى قيود عقلك. الحرية يعني إنه الإنسان يكون حر في أفكاره، حر في طموحاته، حر في اختياراته. باختصار ما حد يتدخل في خصوصياته، يعني في حدود المقبول والمعقول، في حدود الأدب والأخلاق. هبة من الله إنه وهبنا العقل عشان نحدد مصيرنا ونفكر بحرية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع غيركم على أساس نعرف آراء الناس الآخرين. في نفس الوقت لا تنسوا تسووا لايك وتسووا سبسكرايب للقناة، ونلتقي الأسبوع الجاي في نفس الوقت في نفس المكان.